بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى مرض السكر لدى الأطفال واليافعين. مرض السكر هو حقيقة مرض شائع ومرض من الأمراض المزمنة التي أصابت معظم المجتمعات بما فيها المجتمعات العربية. ومرض السكر تحته عدة مجموعات أو عدة أنواع. فمثلا النوع الذي يصيب الأطفال هو يسمى النوع الأول، وهذا النوع ليس فقط مقتصرا للأطفال، وإنما الأطفال الشباب وإلى عمر 40 سنة. ولكن من أهم شروط هذا المرض أن يكون الشخص المصاب نحيفا، بمعنى أنه ليس بدينا. هنالك نوع آخر من السكر وهو السكر من النوع الثاني، وهذا السكر يصيب البدناء سواء كانوا أطفالا أم شبابا أم بالغين. فالبدانة تسبب نوع مختلف عن النوع الأول وهو النوع الثاني. هنالك أنواع أخرى من السكر تكون وراثية 100%. أما النوع الأول والثاني فهو عبارة عن خليط أو مزيج من الوراثة والعوامل البيئية. لو قارنا ما بين النوع الأول والنوع الثاني، كما ذكرنا سابقا النوع الأول هو شائع ما بين الأطفال والشباب إلى عمر 30-40 سنة. أما النوع الثاني فممكن يصيب أي شريحة في المجتمع إذا كان هنالك سمنة. كذلك النوع الأول يصنف من الأنواع المناعية، بمعنى وجود أجسام مضادة تهاجم خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس. هذه الأجسام المضادة هي التي تسببت في تحطم الخلايا البنكرياس، وبالتالي يسمى النوع الأول بالأوتو إميون ديزيز أو بالمرض المناعة الذاتية. هذا المرض بسبب تآكل أو تحطم هذه الخلايا بواسطة الأجسام المناعية، فلا ينفع لعلاجه أي بديل غير الأنسولين في هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة لا يوجد بديل آخر غير علاج الأنسولين. أما العلاجات الأخرى المنتشرة ما بين المجتمعات ما بين الناس، الأعشاب مثلا، مواد غذائية تحفز بنكرياس، هذه حقيقة لا تنفع العلاج النوع الأول، ولكن لربما يكون لها دور مساند للنوع الثاني. النوع الثاني الخلايا ما زالت موجودة، ليس محطمة، ولكنها بسبب السمنة أصبحت ضعيفة ولكن موجودة. أما النوع الأول فالخلايا خلايا بيتا غير متواجدة نهائية وتحطمت بسبب الأجسام المناعية. السكر تعريفه عالميا بواسطة منظمة الصحة العالمية، سواء كان السكر من النوع الأول أو السكر من النوع الثاني أو أي نوع من أنواع السكر، أطفال كبار نفس التعريف. التعريف ينص على أن يكون هنالك أعراض مثل التبول الزائد، شرب الماء الكثير، وفقدان الوزن. هذه أهم 3 أعراض للسكري سواء كان هذا الشخص صغيرا أم كبيرا، بالإضافة إلى أن يكون تحليل السكر صائم. ونعرف كلمة الصيام بالنسبة لتحليل السكر هي أكثر من 8 ساعات، يكون لم يتناول الشخص أي مشروب أو أي أكل، أن يكون هذا التحليل أكثر من 126 ميلي جرام لكل ديسيليتر، اللي تعادل بالملمول 7 ميلي مول برليتر. والسكر العشوائي أو ساعتين بعد الأكل يكون أكثر أو يساوي 200 ميلي جرام برديسيليتر، التي تعادل 11.1 ميلي مول. وكذلك لابد عمل تحليل السكر التراكمي، وهذا التحليل هو مخزون السكر خلال 3 شهور السابقة للمرض، ويكون نسبة هذا التحليل تساوي أو أكثر من 6.5%. هذا هو
تعريف مرض السكر أن لابد أن يكون لدى الشخص الأعراض وتحاليل السكر بالنسب التي ذكرناها. النوع الأول يشكل تقريبا 10% من حالات المجتمع، حالات المجتمع في السكر، و 90% من الحالات السكر لدى المجتمع تكون من النوع الثاني. لذلك لابد حقيقة أن يكون هنالك فرق ما بين النوع الأول والنوع الثاني. عندما نتكلم عن السكر يجب على الطبيب أو يجب على المثقف أن يبين للمريض هل هو من النوع الأول أم من النوع الثاني، لأن كل نوع يختلف عن النوع الآخر بطريقة علاجه، بطريقة الغذاء وغير ذلك من الأمور. النوع الأول ليس وراثيا 100%، كذلك النوع الثاني فهما خليطان من الوراثة والاستعداد الجيني والعوامل البيئية. فمن النوع الأول من العوامل البيئية التي قد تسبب في ظهور السكر هو الالتهابات الفيروسية، ومن أهم الالتهابات الفيروسية النكاف، مرض النكاف والحصبة الألمانية وفيروس يسموه كوكساكي بي 4. هذه من أهم الفيروسات، ولكن أي نوع من الفيروسات قد يتسبب في إثارة الجهاز المناعي وتحفيز هذه الخلايا أو الأجسام المضادة ضد خلايا بيتا. لماذا طيب أي شخص ممكن يصاب بالإنفلونزا أو أي فيروس هل يصاب بالسكر من النوع الأول؟ الجواب لا، لابد أن يكون عنده استعداد جينيا وراثيا أن يجيله النوع الأول. إذن النوع الأول خليط ما بين الوراثة الاستعداد الجيني والعوامل البيئية. كذلك من العوامل البيئية بالإضافة إلى الالتهابات الفيروسية هنالك عدة عوامل أخرى. فعلى سبيل المثال الرضاعة الصناعية في 6 أشهر الأولى من عمر الطفل. الرضاعة الصناعية كما تعرفون جميعا الآن أصبحت مستسهلة لدى كثير من الأمهات بدأوا يستسهلوا موضوع أن يرضوا أطفالهم صناعيا، خصوصا في 6 شهور أو السنة الأولى. ننصح جميع الأمهات اللواتي يسمعن هذه الحلقة أن يحاولوا قدر الإمكان يتجنبوا الرضاعة الصناعية لما لها آثار مستقبليا على الطفل، منها حدوث السكر من النوع الأول ومنها أمراض الحساسية والسمنة وغيرها من الأمراض التي بدأت تنتشر في المجتمعات العربية. كذلك من عوامل البيئية الأخرى نقص فيتامين دال. نقص فيتامين دال أثبتت الدراسات أن له علاقة بجميع الأمراض المناعية بما فيها النوع الأول من داء السكري. من العوامل البيئية الأخرى المواد الحافظة والصناعية والملونة الموجودة في الأغذية المختلفة. لذلك من الأفضل تجنب المواد الصناعية، المواد الكيميائية، المواد الحافظة، وذلك لما لها الضرر على أجهزة الجسم المختلفة بما فيها الجهاز المناعي. كي نثبت أنه هذا السكر من النوع الأول هو بسبب الجهاز المناعي هنالك عدة تحاليل أجسام مضادة يقوم الطبيب بإجراءها للتأكد من وجود الأجسام المناعية. كذلك بعض المتلازمات وبعض الأمراض قد تكون مصاحبة للنوع الأول من داء السكر. على سبيل المثال هنالك متلازمة تسمى متلازمة تيرنر، متلازمة داون. يكون الطفل معرض أكثر من الأطفال الأخرى بحدوث السكر من النوع الأول. بعض الأمراض مثل التهاب البنكرياس المزمن، الأنيميا، أنيميا البحر الأبيض المتوسط، و أنواع كثيرة من الأنيميا أو فقر الدم بسبب تكسر الكريات الدم الحمراء. يكون هنالك زائد في نسبة الحديد، ونسبة الحديد الزائدة تترسب في أعضاء الجسم بما فيها البنكرياس قد تسبب إلى حدوث السكري. من الأشياء المهمة ننصح بها جميع الأهالي أن حقيقة إذا أصاب طفلهم يعني لاحظوا على الطفل كثرة شرب الماء، كثرة الدخول لدورة مياه من أجل الزيادة في البول، أنه مراجعة الطبيب مباشرة وتحليل السكر. طبعا الآن أجهزة السكر المنزلية أصبحت منتشرة في جميع البيوت، ولا تأخذ أكثر من 3 ثواني عمل تحليل السكر. فننصح
الجميع أن لا يتأخر في عمل تحليل سكر لمن لديه أعراض ارتفاع السكر. هنالك بالإضافة إلى أعراض ارتفاع السكر، إذا كان السكر مرتفع أكثر من نسبة 250 إلى 300 ملغرام لكل ديسيليتر، مادة كيميائية تسمى الأسيتون أو الكيتون. هذه المادة إذا تكونت ينتج عن ذلك حموضة في الدم، ويكون الطفل بالإضافة إلى أعراض البول والشرب الماء يكون لديه تنفس سريع، يكون لديه استفراغ، آلام شديدة في البطن، يكون مجهد ومرهق. لذلك ننصح الأهالي بتحليل البول من أجل هذه المادة التي تسمى الأسيتون والكيتون إذا كان نسبة السكر أكثر من 250 إلى 300 ملغرام لديسيليتر. علاج السكر حقيقة تعتمد على نوع السكر، فإذا كان من النوع الأول علاجه مختلف نهائيا عن علاج السكر من النوع الثاني. العلاج يشمل ما يلي: طبعا الإنسولين في المقام الأول، الإنسولين هو أهم علاج للنوع الأول. وأعيد في سرد المعلومة أن النوع الأول لا يصلح له الحبوب أو الأعشاب أو الأغذية التي تقوي البنكرياس، مثل على سبيل المثال ورق الزيتون، الخاص، الترمس، هذه الأشياء لا تنفع أو لا تفيد في النوع الأول. بإذن الله العلاج إلى هذه اللحظة هو عقار الإنسولين. عقار الإنسولين يجب أن يعطى عن طريق الوخز، الإبر أو الأقلام أو مضخة الإنسولين، ولكن هو العلاج الأساسي. بالإضافة إلى الإبر الإنسولين لابد تثقيف الأهل عن مرض السكر، عن كيفية التعامل مع الطفل أو الشاب في المدرسة، في السفر، في الصيام، في العطلات الإجازة. لابد المريض وأهله يكون لهم معلومات كافية عن كيفية التعامل مع مرض السكري. كذلك لابد وجود جهاز تحليل سكر في المنزل، ولابد المريض أن يحلل باستمرار السكر. يفضل أن لا تقل عدد مرات تحليل عن 4 مرات في اليوم قبل كل وجبة غذائية وعند الساعة 12 منتصف الليل. وإذا كان أفضل من المريض متساعد معنا أنه يسوي قبل الوجبة وبعد الوجبة بساعتين وعند 12 في الليل منتصف الليل. بالإضافة إلى التحاليل المنزلية، تحليل الكيتون إذا كان السكر مرتفع، كذلك التغذية الصحيحة. ونحن لا نقول في بالنسبة للأطفال أن يبتعدوا عن جميع الأصناف التي فيها سعرات حرارية زائدة مثل الحلويات، ولكن نقول التقليل قدر الإمكان منها والتوجه إلى الغذاء الصحي. الغذاء الصحي هو الغذاء الذي يكون فيه نسبة الفواكه والخضروات تكون فيها بشكل أساسي، كمية الكربوهيدرات والدهون تكون فيها كمية قليلة. الشخص المصاب بالسكر سواء النوع الأول أو الثاني لابد من عمل رياضة يومية منتظمة لا تقل عن نصف ساعة. الرياضة المفضلة لمرضى السكر هي المشي أو الهرولة والسباحة. يرجى تجنب الرياضات الشاقة التي ترهق المريض. من الأشياء المهمة لدى العائلة الناحية النفسية مراعاة الشعور النفسي لطفلهم أو للشاب، لأن الناحية النفسية حقيقة متأثر في السكر. فالطفل الذي يعيش في جو أسري لا يقدر مرضه، ودائما هنالك نوع من المشاكل النفسية والأسرية، السكر يكون مرتفعا بسبب سوء الناحية النفسية. فلا بد من حقيقة مراعاة الجانب النفسي والعائلي في لمرضى السكري. بالنسبة لعقار الإنسولين فاخترع، فكما تعرفون تم اكتشافه عام 1921 ميلادي بقبل البروفيسور بانتينغ، وهو بروفيسور كندي وكان بروفيسور للعظام. وهذا الاختراع من ذلك اليوم إلى الآن لا يوجد بديل غير عقار الإنسولين. ولكن صناعة الإنسولين تتحسن، يعني النوع الإنسولين الذي اكتشف عام 1921 ليس مثل الإنسولين الحالي. الإنسولين أنواع الإنسولين الحالية أنواع نقية
أنواع لها ميزات جميلة جدا لمرضى السكر تختلف عن الأنواع القديمة. الأنسولين هنالك عدة أنواع متواجدة في السوق، فعلى سبيل المثال هنالك الأنسولين الصافي اللي يسموه ريجولار أنسولين، وهنالك الأنسولين المعكر اللي يسموه MBH، وهنالك أنواع جديدة من أنسولين مثل الجلارجين اللي يسموه لانتوس أو الديتيمير، أنواع من السريعة المفعول مثل الرابيد أكتنج أنسولين. هذه كلها حقيقة متوفرة في السوق، وعلى الطبيب المعالج اختيار النوع الذي يناسب الطفل أو الشاب الذي أمامه. ليس الجميع يجب عليهم أن يأخذوا نفس النوع، وإنما هذه الأنواع تناسب شرائح عن شرائح أخرى، والطبيب المعالج هو أكثر شخص ممكن أن يدل المريض على النوع المناسب. هنالك الأنواع المخلوطة من الأنسولين الممزوجة سوياً، لا ننصح حقيقة باستخدامها للأطفال والشباب، لأنها حقيقة ليست يعني مناسبة مع فسيولوجية الجسم. أنها سريعة، أنها سهلة الاستخدام، ولكن فسيولوجية العلاج تختلف عن فسيولوجية إفراز الأنسولين من الجسم. لا ننصح باستخدامها إلا في حالات نادرة ومعينة. طرق استخدام الأنسولين: في السابق كان الأنسولين يعطى مرتين في اليوم قبل الفطور قبل العشاء، وحقيقة تبينت أن هذه الطريقة ليست طريقة فعالة. منذ 23 عاما اكتشفت، أو الدراسات العالمية أثبتت، أن هذه الطريقة ليست بالطريقة المفضلة لضبط السكر في الدم. المرضى جميعا يعني ما زالت هنالك في مخيلتهم هذه الطريقة: إبرة في الصباح قبل الفطور وإبرة في المساء قبل العشاء. أتوجه لجميع المرضى الذين يسمعونني أن هذه الطريقة ليست الطريقة المثالية، أنها طريقة تقليدية. أما الطريقة المثالية وهي تعدد عدد الإبرات في اليوم، طبعا عندما تقول للمريض يأخذ 3 أو 4 إبر في اليوم يعني ينزعج جدا ويحسب أنه يعني يأخذ كمية من أنسولين كثيرة، وإنما النواحي العلمية أو الدراسات العلمية أثبتت أن الجرعة اليومية تقسم على 3 إلى 4 جرعات أفضل من تقسيمها لمرتين في اليوم، وبالتالي نسبة الانتظام السكر حيكون أفضل عندما يأخذ المريض الشخص عدة إبر في اليوم وليس إبرتين. حقيقة الأنسولين ليس له ضرر في الجسم إلا إذا زادت الجرعة وأصبح في هبوط للسكر، أما ما دون ذلك ما يشاع من قبل العامة أن الأنسولين يؤثر على الكبد، الأنسولين يؤثر على الكلى، الأنسولين يؤثر على العين، هذه حقيقة لم تثبت من الناحية العلمية. والناحية العلمية أثبت أن السكر المرتفع، السكر الزائد، هو الذي يؤثر على الجسم وليس الأنسولين. وبالتالي هنالك معتقدات خاطئة لدى المجتمعات العربية أن الإنسولين، لا تكثر من الإنسولين، لا تأخذ إبر زيادة، يصير عندك فشل كلوي، يصير عندك آثار في الكبد. هذا كلام غير علمي وغير صحيح. الذي يؤثر على أعضاء الجسم هو زيادة ارتفاع السكر وليس الإنسولين. الإنسولين فقط الضرر الوحيد منه هو إذا زادت الجرعة حدوث انخفاضات للسكر وليس غير ذلك. القراءات التي ننصح حقيقة مريض السكر أن تكون لديه قبل الوجبات: لا يتجاوز السكر عن 120-130 ميلي جرام للديسيليتر، وبعد الوجبة بساعتين لا يزيد عن 150-160 ميلي جرام لكل ديسيليتر. هذه النسب للأطفال. وعند النوم لا تكون النسبة أقل من 110 ولا تزيد عن 150 ميلي جرام لكل ديسيليتر. هذه النسب هي التي معتمدة من قبل منظمة السكر العالمية. ننصح كل مريض سكري كل 3 أشهر بعمل تحليل السكر التراكمي الذي يسمى بالهيموغلوبين A1C أو مخزون السكري، وننصح أن يكون هذا نسبة التحليل تكون أقل من 7%، لأن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن هذه النسبة أقل من 7% هي النسبة الضرورية بعد مشيئة الله لمنع مضاعفات السكري. ومعلومة لابد أن يعلمها الجميع،
أن مضاعفات السكر بعد قدر الله ومشيئته تعتمد اعتماد كبيرا على انتظام السكر. فإذا كان السكر منتظما وكان السكر التراكمي أقل من 7% بإذن الله عز وجل نسبة المضاعفات تكون 0% أو قليلة جدا لمريض السكر. وهذه الذي نعمل من أجله نحن كأطباء والمستمعون الذين يسمعوننا، نجتهد جميعا بحيث أن مريضهم السكر يكون منتظم السكر لديه ونسبة السكر تراكم أقل من 7% كل 3 أشهر، بحيث لا يصاب بعد قدر الله ومشيئته من أي مضاعفات للسكر. ومضاعفات للسكر تشمل ما يلي: تشمل شبكية العين قد تتأثر بالسكر المرتفع، لذلك ننصح كل مريض سكر بعمل سنويا كشف للنظر، وخصوصا إلى شبكية العين. الكلى، تأثر الكلى بالسكر، وتأثر الكلى بالسكر على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي أو البسيطة هي التي تسمى بمرحلة الزلال البولي، وباللغة الإنجليزية يسموها مايكرو ألبومينيوريا. ننصح كل مريض من مرضى السكر عمل هذا التحليل في السنة مرة واحدة. كذلك الأعصاب، التهاب الأعصاب بسبب ارتفاع السكري، والتهاب الأعصاب يؤدي إلى التنميل والتخدير والألام اللي في الأطراف، وكذلك آلام متكررة في البطن والإسهال الليلي، وكذلك عند البالغين قد يسبب إلى العجز الجنسي. ولكن ليس كل مريض سكري يصاب بهذه المضاعفات، فقط هم من لديهم السكر غير منتظم أو غير موزون. بالنسبة للمضاعفات الأخرى، المفاصل قد تتأثر المفاصل بارتفاع السكر ويكون هنالك تيبس في المفاصل. وكذلك بالنسبة للعيون، المادة البيضاء أو الكاتراك باللغة الإنجليزية. مضخة الإنسولين حقيقة هي أفضل علاج موجود حاليا لمرضى السكري، ويجب لمن لديه القدرة المالية أو من يراجع في مستشفيات التي توفر هذه المضخات الإنسولية أن يسأل الطبيب المعالج عن هذا الجهاز، وهو جهاز يضخ الإنسولين بشكل 24 ساعة متواصلة لجسم الإنسان، وقد يريح المريض من عناء الإبر، وكذلك انتظام السكر يكون أفضل لهذه الشريحة. ولكن الجهاز لابد أنه الإنسان يتعلم كيف يستخدم الجهاز، لابد المتابعة المستمرة للطبيب، لابد التحليل المستمر للسكر. لذلك حقيقة ننصح المستمعين بسؤال طبيب معالج عن مضخة الإنسولين، وهي من حقيقة العلاجات الناجحة لمرضى السكر الذين لديهم مضخة الإنسولين. أخيرا بالنسبة للزراعات، زراعة البنكرياس لدى الأطفال غير ناجحة، وزراعة الخلايا الجذعية ما زالت في طور البحث ولم يعترف فيها إلى الآن. في هذه اللحظة إلى تسجيل هذه الحلقة لم يعترف بها من منظمة السكر العالمية، وكل ما يقال في الدعايات الموجودة في الشبكة العنكبوتية عن بعض المراكز الموجودة في أوروبا أو أوروبا الشرقية أو بعض الدول أن نجاح زراعة الخلايا الجذعية في الأطفال أو زراعة البنكرياس في الأطفال، حقيقة وبأمانة علمية أنها ليست معلومات صحيحة. إلى هذه اللحظة لم تثبت علميا نجاحها، وننتظر نجاحها الكامل من قبل منظمة السكر العالمية من أجل أن نبشر مرضانا بهذه الزراعات. نأمل من الله عز وجل الشفاء لكل مريض أو ومريضة لديهم داء السكري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.